أنا من صدمت مثلك أول ما سمعت الخبر. أهل ليش سجنته؟ علشان أداري الفضيحة؟ وهاي حكمة ما تلقاها عند كل والي. بيض الله وجهك يا مولاي، بيض الله وجهك. بس أنا أقول يا مولاي، لو إني قايل حق الناس كان على الأقل ما قاعد يتسائلون ولا ضيق خلقهم ولا هزون عليه. بس أنت زين اللي قلت يعني. اسمع يا أبو عبد الرحمن، لا يكون الخبر هذا يطلع برا، عزيز وغالي. يعني إن سمعت الخبر هذا من غيرك معناه أنت أضطر إني أعلقك من عمامتك. أي خليك 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 صاحي. إيه دير بالك ها. أرقد وامن يا مولاي، أرقد وامن. بس أنت زين اللي قلتي وتطمنت عن الحين. أنا أستاذن يا مولاي. سريع لحظة قبل لا تمشي. أنا عشان أبين لك طيبتي وصفاء جوهري بعطيك المال هذا تعطيه حق عيال ابو المعالي، لان مهما كان هذا صديق العمر الله يرحمه ما سرب عياله. تفضل وخذ العشر تلاف الثانيه، اطلب من الفقاره ليونك بالمسجد ها والمساكين وابناء السبيل. جزاك الله خير يا مولاي. جزاك الله خير. علشان ابين لك اني انا ما انسى ربعي راح اخلد اسم ابو المعالي. جزاك الله خير. راح اغير قلعه ابو الاسباع قلعة يدي ها؟ قلعة الأسباع اللي باسم يدي راح أخليها قلعة أبو المعالي. الله يطول عمرك. ما انسى ربعي، ما انسى ربعي حتى لو كانوا حرامية. الله يطول عمرك يا مولاي. استاذن يا هلا عزيز وغالي. تفضل. حيا الله أبو عبد الرحمن. الله يحييك. سلم على الأخوة كلهم. مسكين صدق موالي حتى كذبته صدق. انت معترض ومشتكي عند القاضي بالمكارم لان اخذنا منك 15 قله تمر؟ انا اعترضت؟ لا سيدي انا ما اعترضت. يبا انا وتمري وعيالي كلنا تحت امر الولايه والوالي عسى الله يطولنا بعمره. وبعدين انا بخدمه الولايه وبخدمه الحكومه وبخدمه سيدي مراقب الاسواق والبلديه. سيدي اذا انا وامثالي ما تبرعنا ب 90 وب 95% من حلالنا حق الحكومه، من بيتبرع؟ اعتبرهم هديه مني للحكومه. هديه؟ اي هديه. اي لا دام كذي يا عبدون. نعم. ردوا له 5 قلات تمر يدعم حق اهله. صخر يستاهل لانه اثبت ولاءه. ما تقصر طال عمرك، ما تقصر. بس انا التمر ما ابي. عيل ايش تبي؟ انا ابي اصير بخدمتك طال عمرك. ونذر علي، نذر علي، انشغلتني عندك لوزع التمر اللي عندي كله حق اهل الولايه. ما ابي التمر حق اهل الولايه. يا شيطان. انت منين تجي بالحكي هذا؟ انت بياع تمر ولا شاعر؟ انا دائما تجي طال عمرك، اللي احبه اخلص له. باين عليك فصيح ومتعلم، وانا احب الانسان المخلص. ما تقصر طال عمرك، حتى لو تشغلني عند عبدون مساعد انا ما عندي مانع، المهم رضاك علي. عبدون. نعم. اخذ صخر وشغله حارس عندك، بس على شرط ابيك تحطه تحت التجربه شهر ولا شهرين، ان شفته زين ويوالمك خله يكمل، وان شفته مو زين طرده. يلا عسى الله ان شاء الله يطولنا بعمرك. قول امين. يلا يلا وياي. يلا انا خايفه يا دليله، خايفه ايوب يموت بالسجن مثل ما مات القاضي ابو المعالي. صدقيني هو بريء، انا متاكده انه بريء. هذا رايك انت انه بريء، لكن الوالي شايف انه مو بريء. بعدين تعالي يا جرناسه، والينا عادل ما يظلم احد. لا هو عادل عادل. ها؟ كنا مو عاجبك كلامي. تقولين ان الوالي ظالم؟ لا بلا قولي ظالم. انا متى قصدي حسش انا متى قلت كذي؟ هذا معنى كلامك. بعدين تعالي، لو هو بريء كان طلعوه من السجن. الوالي وعدني انه يطلعه من السجن، مثل ما وعدوك انه يلاقون معروف، اللي ما عملنا خبر للحين، ومو بعيده يكون مسجون مع ايوب. بسم الله عليه، فال الله ولا فالج. بعدين تعالي، الاسكافي شو مسوي؟ خيرته بيطلع. وبعدين انا ماني مستعيله، متى ما طلع طلع. ويه هم يسجنون اللي يبونه. الله خير ما بقى احد بهالولايه ما جرب سجنهم الا انا وانتي. وريلك صار لك كم يوم مو مبين، يعني وين بيكون؟ يا ضايع يا مسجون. منو؟ آه.
دليلة بنت محتار زوجة الإسكافي موجودة؟ دليلة قومي قومي الحرس يبونك. ايش يبون؟ خير خوي ايش تبي؟ زوجة الإسكافي لقيناه. وي وسيدي زجران يقول تفضلي معانا البلدية علشان تشوفينه. وي وي لقوه الحمد لله على السلامة. قرت عينك يا دليلة. دقيقة واحدة الحين دقيقة واحدة. أي أبو شاحي وي تعالي وشاحش عليك. أنا بروح وياك. لا 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 هجر راسك وي قعدي أنت تلقينا ميت مليون طبخي لنا القيمة ولي يرحم والديك. يعني هي أسوي له بثيه؟ أنت ما تعرفين غير البثيه؟ بلا البثيه أعرف أسوي خبيصة. اتفالي إن شاء الله اتفالي يا رب. يلا تفضلي. إن شاء الله. شلكم زرازير بصدره ايش فيكم؟ يوميه صيحه نفس السالفه. تعال 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 وانا طول عمري بلاوي مع الحريم. يلا اجلس لنا اجلس لنا. والله هاي سالفه كل يوم تهاوشون على نفس السالفه. بس خلاص من الحين راح اوضع وظايفكم كلها واحده واحده، كل واحد تدرش عليها. شوفي يوبا انت يا خزرانه. نعم. انت من اليوم رايح مالك شغل بحد، شغلتك الوحيده تفركين ظهري وتعدلين فراشي. ان شاء الله موجود. عرفتي شغلك؟ ان شاء الله موجود. خلاص هاي واحده خلصنا منها. ميساء انت شغلتك تذهبين الغداء والعشاء. عرفتي شغلك يوبا؟ ان شاء الله. خلصنا. انت زهور شغلك ترتبين الورد ها والبخور. هاي شغلتك الوحيده ما في تدخل من احد. طرفك طرفه يبا انت هي انت لا انت العزيزه انت ابيش انا المرافقه الخاصه معاي لانك بيضين الوجه وتعرفين الاصول. على مولاي غيلانه. نعم. لا غيلانه انت على راسي. اولا تعرفين لغات وانت بس لاستقبال الضيوف، واذا تبين ازيد الشيء انا حاضر. نزيد وظيفتك تكونين مسؤوله عن علف المواشي اللي بالقصر. امرك مولاي. ما حد ياخذ شغلك. أمرك مولاي. إيه. أنت شغلتك المطبخ والإشراف على الفواكه وقطف الزهور غير ترتيب الزهور، أنت قطف الزهور. إن شاء الله. عرفتي شغلك؟ إي عرفت. ما أبي صيحة من اليوم رايح. إن شاء الله. أما شغلة الأحذية وتنظيفها ومسحها فهاي شغلتي عاد خبرة سنين، هاي خلوها لي إلين أجد الجارية المناسبة علشان أحطها في المكان المناسب. خلصنا؟ خلصنا. ألا يا موت ويحك لم تراعي حقوقا لزوجته ولا اليراعي. ولا تبخل بقبقاب علينا فممشى الناس أمسى في ضياعي. سنبقى بعدك يا زوجي حفايا كسرب في الفلات بغير راعي. لقد غبت يا إسكافي عنا وخلفت البكاء لكل ناعي. يا مصيبتك يا مصيبتك يا دليلة اللي ما مثلها مصيبة. يا معروف انت وحيدة يا معروف اللي بهالدنيا. لا يا خالف بي خالف هم ما قالوا لك يعني متى مات زجران؟ هذا ما قالت شلون لقوه متى مات وليش مات؟ ما يدرون ما يدرون شلون مات. يقولون لقوه طيب. واحنا كل هالمده وعلي قاعدين ندور عليه واقول انا معروف وينه ليش صاك دكانه؟ وعلي لك معروف وانا اقول لك تقولي لي بيرد يبا اللي يختفي بهالولايه. ما يرد ما يرد ما يرد ما يرد. انا ايش دراني ايش دراني على بالي عايش كل شويه طالع الباب اقول الحين بي معروف قهوه تداوى اللي بيدخل معروف بابا فضح باي بعدين. Let's go!
وحده بالدنيا كلها. درب 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 يا ابو يا ابو يا ابو يا دليله يا ابو عجيب وتقول شريك عمري وحبيبي والله ما أصدقها ملعونة شيطانة ترى هي ما أصدقها عمرها ما قالت لي كلمة حب لا لازم تصدقها يا مولاي الظاهر إنها متيمة بحبك قاعد تلطم على خدها وتقول يا زين الرجال يا معروف يا بعد عمر يا معروف أولي عليك يا معروف وتنوح ودموعها أربع أربع وهذه نسخة من المرثية اللي هي كاتبتها قاعد أقول لك ما لها أمان هالمرثية أنا كاتبها في وفاة أمي ردتها علي ولا قلت الدموع أربع أربع أي أربع أربع يا مولاي إلا سيل سيل يا مولاي سيل لنغرق لا وقامت تأخذ التابوت وتشمه تشمه وتشم وتقول يا الخنين يا الطيب يا الكريم يا أبو ريحة خنان هذا ابن الأطرش مو الاسكافي لطيف مولانا ايه حست بالوحدة حست بفراقي لأن فراقي قاتل قاتل لأن المرأة بدون ريال مثل القليون بدون تبغ الله حكمة حكمة قالها مولانا درر درر هذه سجلها سجل عندك من أقوال مولانا المأثورة مرأة من غير ريال مثل القليون من غير تبغ وعممها على الأسواق قول مأثور رقم 1227 واو عين واو عين يعني وع لا محشوم يا مولاي محشوم الواو يعني والي والعين عدلستان يعني والي عدلستان هذا قصدك ايه وانتو مالكم امان اخاف تلفونها كذي وتحطونها معنى ثاني ابي خبر موت الاسكافي ينتشر بكل الولاية أبي الناس تعرف أن الإسكافي مات مقتول سيدي إذا سألونا الناس من اقتله شو نقول لهم؟ ولا شيء قولوا لهم أن تحقيق جاري لمعرفة القاتل والمعلومات اللي عندنا أن القاتل اقتله وبعدين قطب حفرة على ما نجهز حالنا ونجهز شهودنا ونرتب كل شيء على أمرك سيدي ودكان الإسكافي شو نسوي فيه؟ دكان الإسكافي من حق زوجته وهي الوريثة الوحيدة له بعد إذنك سيدي أنا عندي اقتراح قول ايش عندك؟ ايش رايك لو نسوي عزا بالسوق للمرحوم الاسكافي وبكذي مبين الحكومة ما تقصر مع الفقارة المساكين حتى وهم ميتين طبعا هذا الشيء في سمعة زينة للوالي والبلدية والسيدي مراقب الأسواق معقولة انت مخك وايد نظيف وتفكر عدل اقتراحك زين بعرضه على سيدي الوزير تقدرون تمشون الحين يلا على امرك سيدي صخر ابيك شوي امر سيدي مولاي مولاي نعم وش حق اطلع قرار لا واختمه والله حاله حطلع قرار بميت واختمه خلاص يبقى سووا مثل ما اتفقتوا سووا العزه بس ايش حقه قرار
إلا قرار، ما يمشي شغلكم إلا بقرار. خلونا نطلع قرارات عدلة، قرار بناء المستشفيات، قرار بناء دور الرعاية، قرار درس البعثات إلى الخارج، القضاء على الجهل اللي أولهم أنا، خل نسوي شيء يذكر، قرار شرفوا على هالأدوية، هالأدوية هالأدوية اللي تجيبون هالمستشفيات، هالأدوية المنتهية اللي باقي فيها 15-20 يوم وتحسبونها على ميزانية الدولة، حسبوا هالشغلات هذه، ديروا بالكم على الشغلات هذه، قرار بميت. احنا من قعدت على الكرسي ما اتخذت قرار في خير، يا طق يا جلد يا سجن يا ذبح واخرها موته. حلمك يا مولانا الوالي حلمك. احنا لازم نحسس الشعب ان مولانا الوالي يهتم بالفقير قبل الغني، وتاكد يا مولاي انك بتدخل التاريخ من اوسع ابوابه بافعالك واقوالك الماثوره. عندك خبر يا مولاي ان اقوالك الماثوره صارت 6 أجزاء؟ ادري، بعد لا انجازات ولا اقوال ماثوره ايش بقالع. انت يا مولاي بتدش بوابه التاريخ وانت رافع راسك، والشعب بيتكلم عن مواقفك الانسانيه. بوابه التاريخ انا اقدر عليكم. انا وين القرار؟ وين؟ تفضل يا مولاي. تفضل يا مولاي تفضل. لا حول ولا قوه الا بالله. من ده بندش بوابه التاريخ، بختم قرار على ميت، بدش بوابة التاريخ. الظاهر بدش بوابة المقبرة مو التاريخ. هاكم يباكم أشوف طاعك الزمان ولا طيعة. هذا بدأ ما نوقع معاهدة صداقة مع الروم، قاعدين نوقع على موته. تفضل. عندكم شيء ثاني؟ باسم مولانا الوالي أبو شجاع والي ولاية عدلستان، ننعي لكم معروف الإسكافي الذي وافته المنية فمات مغدورا. وكلكم تعرفون أن معروف الإسكافي أفنى عمره في صناعة أحذية آبائكم وأبنائكم وأمهاتكم، وبموت الإسكافي توقفت هذه الصناعة. وبأمر من مولانا الوالي أبو شجاع على الجميع أن يحافظوا على أحذيتهم ويقللوا من استعمالها إلى أن نجد إسكافيا آخر. ومن هذا المقام الجليل الذي نعزي فيه عائلة المرحوم معروف الإسكافي، ونعزي فيه جميع أصدقائه، ونشكر مولانا الوالي أبو شجاع سندنا وذخرنا الذي أمر بإقامة هذا العزاء ليبرهن أمامكم على كرمه وعطفه وسعة صدره. ونحن نؤكد لكم أننا سنبذل كل جهودنا لمعرفة القاتل، القاتل الذي غدر بالمرحوم الغالي معروف الإسكافي. وحفظ الله والينا أبو شجاع والي ولاية عدلستان. حفظه الله وعليه إخوان. فلنقرأ الفاتحة على فقيدنا الغالي. الفاتحة. يستاهل المرحوم، لو ما كان محبوب عند الكل كان ما سووا له العزة اللي يقولون ما مثل عزة، ولا بعمر ولايتنا سووا عزة كذي. عيال اللي مات الوالي ايش بيسوون؟ يلا عاد حدش عن الغلط. شو الفرق بين الوالي والإسكافي؟ اصلا الإسكافي الله يرحمه كان من اهم الشخصيات بالبلد، ماكو واحد في الولاية الإسكافي ما له فضل عليه. تلقينا يا لابس نعال يا لابس جوتي من يدينا، حتى الوالي نفسه الكل كان يحب الله يرحمه، بس عسى ان شاء الله يلقون اللي غدر فيه وقتله. بس
أنا اللي محيرني واللي مو داش بمخي السبب اللي يخلي واحد يقتل الإسكافي، يعني لا عنده فلوس ولا عنده أعداء ولا عنده مشاكل مع ناسي، ليش ينقتل؟ فتنة فتنة، يبي يخلقون فتنة بالبلد، بدوها بريلي مسكين صار كبش فداء. صبري لا تبطلين الباب. ايش شو تجنيتي؟ نسيتي ان انا بعده. نسيت. زين وي 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 شنو وي 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 شايفيني؟ لا لا اهلا سيد زجران. وين دليله؟ دليله بعده وما تقدر تشوف احد الحين. ادري انها بعده، الوالي سلم عليها والله يخليه لنا وذخر لهذا الوطن المعطاء، ونطرش لها شوية هدايا مع فلوس وخصص لها راتب شهري. كم؟ هذه اللي بعدها؟ تفضلي هذه الهدايا وسلمي عليها. الله يسلمك يبلغ إن شاء الله. أقول سيد زجران الله يخليك سلم على والينا وقول له المواطنة جرناسة تنطر وعدك، هو وعدني إنه يطلق صراح أيوب. ايه يا جرناسة انت عارفة ايوب شو مسوي؟ لا يا جرناسة انت لو دريتي ايوب شو مسوي مو بتطقين على راسك، بتروحين ركضة حق الوالي وتتمنين انه يعاقبه اليوم قبل باكر. ليش؟ شو مسوي؟ لو لا قوة الا بالله، توصلك الاخبار توصلك وذيك الحزة تندمين على كل لحظة كلمتي فيها ايوب او حتى طريتي اسمه. مع السلامة. انت ما دريت؟ ليش يبا صاير؟ الاسكافي مات. لا وسوى له عزا بامر الوالي، ما مثل عزا. والله يبا زين، الوالي يامر بعزا الاسكافي قام حظه، بس ما قلت لي شلون مات الاسكافي وهو كان مريض. شلون؟ قصر حسن مات مقتول ولاقينا بحفره وما دروا فيه الا بعد مده هالمسكين، والوالي وايد متألم. إسكافي مات مقتول. شلون مات مقتول؟ يا حارس يا حارس وين عدلتك؟ قاعد ما صار وقت الغلق. واللي يرحم والديك ما تعرف ليش ومن هو اللي قتله؟ أكيد اللي قتله واحد من هالمجرمين أنت وامثالك. بس تشين يا معروف، بس تشين يا معروف، تلقاهم هم اللي اقتلوه، هم اللي اقتلوه وقالوا لك هنا مقتول بحفرة، مقتول هم اللي اقتلوه قطعوا بحفرة، هم اللي اقتلوه. بس تشين يا معروف. يا عم أيوب، يا عم أيوب الإسكافي لسانه فالت، تلقى قط عليهم كلمة مني ولا مني وزادوها ألف. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. زجران ولا انت يا معروف. يا المنتجل في قعر الثرى يا رفيق العمر يا معروف، يا ميت
وتارك وراك فانوس كالملهوف، وين اولي عقبكم واصبحت كالمكفوف. اوه يا معروف. Zaman, zaman.